ايش الاشي اللي ممكن يخلينا نختارك لهاي الوظيفة؟ هي هاي بالنهاية انا بحسها موهبة. عرفت عن مشروع درب صراحة من الفيسبوك ومن السوشيال ميديا. سجلت بمشروع درب لأنه البوستر اللي كانوا منزلينه عنا بالجامعة الأردنية كان كتير الكلام الموجود فيه بهمني. بدي أشوف أنت شو في عندك، أنت إيش بدك، إيش البوتنشل تبعتك، إيش بدك تعطيني. أنا بهمني كمان بدي أعرف الراتب عشان أعرف بركي أنا الراتب ما عجبني. من المواضيع اللي تناولناها بهذا التدريب كان أكثر سوفت سكيلز للخريجين الجداد عشان يساعدهم إنه يفوتوا بسوق العمل. من هاي الموضوع كان عندنا تايم مانجمنت، كان عندنا كوميونيكيشن سكيلز. هلا بالنسبه لنا يصنف الكوميونيكيشن سكيلز من اهم السكيل اللي لازم يتعلمها الطلاب اللي قبل ما يفوتوا على سوق العمل. من المهارات اللي تعلمتها كيف اعمل CV خاصه فيا، السيره الذاتيه، وكيف اني اعملها بشكل احترافي.